انت كنت بتاخذ انت اي والله والله كنت بتاخذ فيه. شوف جمهوري في نوكس لا ما في نوكس اجل بس في ناس اقوى في ناس بادي من قبل انت توك بديت في سنة بعدها ايش معطيني وضعيه يقول انا داخل برنامج 350 مشاهداتي جاي هنا بس برفع حتى لو زدت ما انقص نعم والله انا هذه كلمه ليه يا اخي ليه تكفر شيء بعيني انت ما تدري انا ايش قاعد عبد الرحمن كيف انا تدري اني كنت مشاهداتي السنه كانت 361 الف يوم جلست في برنامج 358 الف 2000 مشاهدات السنه تجي مشاهدات لا 50 الف ما تجي مدها يعني تذكر تذكرون عبد الله دعم طبعا لكم كذا صادق النجم عبد الله شرف كيف اصلا 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 جمهور لا لا جاوبني جواب صريح النجم يا عبد الله الشران اصبر اسكت ما خدينا التايم اذا تدري ايش شفت نزل التيك توك اول مره تصور مع جمهور انا مشهور قصدي وين شفت شيء انت ما المقطع انا فيه اسالك انا زي كذا ما شفت شيء مصوري هو بدل الحين صار يقول نادي انا ولا شيء والله الدنيا هذا الشيء قبل ما صورت دقني قلت يا طلع من شنو كيف جاتك عبد الله الشران خش مدري يا اسكت طلبيه لا والله كم اصلا جواب صريح جاتك فجاه لا جاتني بعد تعب وانا كيف جبتها كيف جبتها انا تعبت بفلوس فلوس حاجه جات النجمه وتكتك سوى كيف يعني انت تتابعني من اول شفت كيف تدري انا شو اسوي اول ما اطلع برنامج بشتريها بخش مدري نعم تبيع بكرتين اشتريها رخيصه تو تقول 14 ولا 15 احسن ان شاء الله تبكي دم وجهك محمر يا حماد الشيخ احرجوك يا اخي اذا زعلت ما تروح زعلت ودك تكبر ليه يا ترفيك سعد الدين اخوي والله عندي الله يسامحك الله 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 سعد الشيخ الله خلني سعد الشيخ ما هرجك انا هرجك ما دعيت قلت خلاص هرجك انا تكفى بهوك يعني اذا طلعت كلها وش دخلني انا هو اللي قال ما قلت لك بديت موضوع يا تكليف ايه ما طلع شيء هو اللي قال اقسم بالله كلها سبا يبدا ثم انت برا شفنا رحمتك تخيل احنا شفنا صوره المسجد خشنا عزيز نفدا يا ولد شفنا صوره المسجد نحسبه مو بنام يا الخبل يا سكيه علي نظر فيه